باش تكون فيه يد إجرامية فيه يد إجرامية، ولكن من العادة احنا نواجه المشاكل بدون ما نلخصها في فعل فاعل ولا كذا ولا. فيه ناس راهم بين يدي العدالة اليوم، ونخلي العدالة تفصل في الموضوع، لا عندهم يد في الحرائق ولا ما عندهمش يد. حسب بعض المواطنين عندهم يد. أمس جاتني صور، الحمد لله تاع منطقة ما شعلتش في منطقة في ولاية تيزي وزو، في غابة معزولة فيه ما يقارب عشرات العجلات المطاطية القديمة دي بنو إيزاجي ستوكي في الغابة. يعني الأمور هذه الإنسان يكون ذكي. كانت الناس تتكهن بحرائق لأن دايرينها في الخطة نتاعها، مثل كانوا دايرينها في الخطة في 2021 نفس الشيء، ولكن يقال ما يقال. ولكن احنا بالنسبة للإمكانيات اللي وضعناها نظرا للتجربة الأليمة اللي عشناها، احنا عشنا مئات 99 ولا أكثر من بالنسبة للحرائق تاع 2021، خذينا تدابير على أساس باش الأمور ما تتكررش حاولنا قدر الاستطاع اقتناء طائرات كبرى لإطفاء النار، رغم ما يقال هنا ولا هناك الطائرات هذه ما هيش متوفرة حاليا في السوق الدولي، اتصلنا بهم كل شفنا حتى لكان إمكانية بعض الطائرات تاع النقل العسكري نحولها مع الولايات المتحدة ولا غيرها، نحولها إلى طائرات لإطفاء النيران. اليوم عندنا شرينا طائرة ما بين 6 طائرات اللي كنا ننتظر اقتناها واللي كلفنا بها الجيش الوطني الشعبي، استلمنا طائرة كبرى كبيرة عملاقة بالنسبة للإطفاء، وشفنا مع دولة تشيلي لأن كذلك حتى الكراء ما لقيناش، كرينا 6 طائرات أخرى وكانت موجودة في قبل ما تندلع الحرائق، بالإضافة إلى تقوية العتاد نتاع الحماية المدنية و إعادة النظر في التنظيم اللي كان موجود. يعني نترحم على الضحايا رحمهم الله، على الشهداء لأن مات في الحريق يعتبر شهيد مدني أو عسكري.